بسم الله الرحمن الرحيم. أتكلم اليوم عن الإمام أحمد بن حنبل عليه رحمة الله، ولد عام 164 للهجرة وتوفي عام 241 للهجرة. إمام أهل السنة والجماعة، ناصر السنة، إمام الفقه والحديث، إمام الورع والزهد، الذي خرج في جنازته ألف ألف أي مليون مشيع. انظر إلى هذا الحوار بينه وبين الإمام الشافعي شيخه، عندما قال الشافعي: أحب الصالحين ولست منهم، لعلي أن أنال بهم شفاعة، وأكره من بضاعتهم معاصي ولو كنا سواء في البضاعة. فرد عليه الإمام أحمد بن حنبل تلميذه قال: تحب الصالحين وأنت منهم، إمام القوم تتبعك الجماعة، وتكره من بضاعتهم المعاصي، حماك الله من تلك البضاعة. إن شاء الله تعالى في الأيام القادمة أتكلم عن بعض المبادئ في علم أصول الفقه، وعن أهم الكتب التي فيه، فضلا وليس أمرا. اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس، والحمد لله رب العالمين.